اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده من ريمونتادا مبروك للاهلي التاهل الى نصف نهائي بطوله افريقيا ابطال الدوري بعد الفوز على الرجاء او تخطي الرجاء بعد التعادل في مباراه العوده وكلنا اتفقنا ان الماتش بتاع الذهاب ونتيجه مباراه الذهاب كانت نتيجه مقلقه الا الموسيماني ولاعيبته لعبوا بثقه كبيره في وسط جمهور في وسط الجمهور المغربي وفي وسط كل الضغوط اللي احيطت بالمباراه والاجواء اللي قبل المباراه لكن لعيبه الاهلي كانوا فعلا رجاله بيقاتلوا بيقاتلوا في كل كوره ورغم ان هم اتاخروا يعني بهدف الا اللي كان عندهم اصرار كبير جدا ان هم يرجعوا للقاء مره تانية والاهلي معاه حارس مرمى افضل حارس مرمى في افريقيا في رايي. الاهلي زي ما هما بيقولوا دايما ان حارس المرمى نص الفريق وانا بقول لكم ان الشناوي 70% من فريق الاهلي. امبارح الشناوي وتالقه وتركيزه وقيادته واظهاره لشخصيه قويه جدا ما بيصدش كور بس مش موضوع بيصد كور بس وبينقذ الفريق من كور بس لكن مدي ثقة لكل اللعيبة اللي حواليه، مدي ثقة آه لخط الدفنس بقيادته وكلامه وشخصيته وحتى في حديثه قبل المباراة آه في المؤتمر آه الصحفي كان ذكي جدا آه في رده على آه طبعا بعض من الاخوة الصحفيين آه في المغرب اللي هم حاولوا ان هم يخرجوه بره شعوره ويخرجوه برا تركيزه ولكن عجبني قوي قوي رد الشناوي، خلي بالكم أنا في كلام يتقال في الميديا كده وكلام يعني بالذات في التعامل مع الصحافة اللي بتبقى أجنبية اللي بتبقى بره بلدك أو الصحافة اللي أنت مش متعود عليها تبين لي حاجات كتيرة قوي، تبين لي شخصية اللعيب، تبين لي شخصية المدرب. رد الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة هو عنوان المكسب. لأن هي دي الشخصية اللي الأهلي لعب بيها في المباراة. مهما حاولتوا تخرجونا بره تركيزنا في الآخر تركيزنا في الملعب، ماتش كورة بس. ما بنخافش. مفيش ما حاجة تخوف. وعجبني جدا جدا الكلام اللي قاله اللي فيه ذكاء كبير جدا إن لو لا قدر الله حد نزل الملعب يبقى ده تقصير من الأمن المغربي، احنا بنلعب 11 ضد 11. وساعات الرسايل بتبقي واضحة وهي المؤتمرات الصحفية اللي قبل المباريات يعني بتبقى أهم حاجة فيها رسايل المدربين وكبات الفريق واللعيبة للخصم الصحفيين السادة الصحفيين طبعا الإخوة المغاربة طبعا بيعملوا شغلهم لإن ده طبيعي حاولوا أن هم ياخدوا كلمة من الشناوي ممكن تولع الدنيا أكتر. لكن عجبني أو الشناوي اقول لكم حاجه مبروك على الاهلويه ان انتوا عندكم حارس مرمى عظيم حارس مرمى مصر برضو لكن الاهلي عنده حارس مرمى عظيم فعلا وانا عارف انا بقول لكم بقول لكم ايه الشناوي اجمد جول جه مصر في رايي بعد الحضري ولسه ان شاء الله قدامه شويه حلوين لأنه مركز وملتزم وشخصيته عنده ثبات في شخصيته ما بيتهزش كتير وحتى لو لما بيغلط في الماتشات بيعرف يلم نفسه بسرعة تعرف إمتى الجول كيبر كويس مش عايز برضو أختصر فوز الأهلي على الشناوي لكن أنا بقول لكم النهاردة الأهلي في نصف نهائي بطولة أفريقيا أبطال الدوري 70% الشناوي جول كيبر كبير اللعيبة التانية كلها طبعا الرجالة وبالقاتل كل الكلام ده موجود وتخطيط جيد من من المدير من المدير الفني واداره محترمه وحاجات كتيره مخليها الاهلي هو دايما الفيفورت او الفريق المرشح الاول للفوز ببطوله افريقيا ابطال الدوري وخلي بالكم ده تطور ده تطور كبير جدا ان انت تبقى داخل البطوله انت المرشح الاول والرئيسي والكل خايف ان هو يلعبك ده تطور كبير جدا. لكن تاني عايز تكسب بطولات كبيره لازم يكون عندك حارس مرمى عنده ثبات انفعالي. بيعرف ازاي يلم نفسه لما يغلط. بيعرف ازاي يقود الفريق وبيعرف ازاي ان هو يتكلم وبيعرف ازاي ان هو يتكلم بره الملعب بين الشوطين وقبل المباراه وبعد المباراه. مهم جدا ان انت يكون عندك كابتن جامد. وانا من غير يعني ما اعرفه والله يعني الشناوي ما يعني ماليش علاقه بيه مباشره يعني لينا طبعا اصدقاء يعني مش مشتركين اكيد ولكن من غير ما اعرفه من غير ما اقرب منكو منه الشناوي قائد بحقه وحقيقي اقدر اشوف الكلام ده بقدر اشوفه في كلامه زي ما قلت لحضراتكو في تصريحاته في المؤتمرات في كلامه عند المكسب خلي بالكو لان وانت كسبان مهم مهم جدا مهم جدا انت بتقول ايه الكلام اللي بيطلع من بقك وانت كسبان ازاي تحضر نفسك آه للماتش اللي جاي الاهلي ان شاء الله يعني عنده ماتش مع وفاق طيف آه 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 وضرب موعد معه وفاق طيف الجزائري وفرقه برضو ماتش صعب المباراه الاولى هتكون هنا في القاهره ان شاء الله ومباراه العوده هتكون آه في الجزائر وفاق سطيف قدر يطيح فريق يعني او او يخرج فريق كبير من البطوله الترجي الترجي السنه دي فرقه كويسه مع يعني طبعا الاخ الصديق العزيز الكابتن راضي الجعايدي اللي اكيد امبارح يعني الخروج كان مؤلم اكيد بالنسبه للترجي كان مؤلم بالنسبه للترجي خاصه ان الـ 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 يعني كابتن راضي الجعايدي قال تصريح بعد المباراه الاولى طبعا اللي في الجزائر انتهت صفر صفر قال لو كنت مكان المدرب مكان المدرب بتاع وفاق سطيف او لو كنت محل محله مش هنام ده تصريح طبعا الكابتن راضي الجعايدي قائد منتخب تونس السابق وطبعا مدرب يعني طبعا ساوثهامبتون الاندر 23 لسنوات و... وكان لعيب كبير بصراحه واحد من افضل المدافعين اللي, اللي لعبوا عليا كان لعيب قوي جدا لو تفتكروا حضراتكم كان بيلعب في بيرمنجهام وبيلعب في ساوثهامبتون ولعب في بولتون كارير كبير في البريمير ليج رجل مكافح راضي الجعادي تصريحات رادي الجعادي مدرب الترجي التونسي قبل مواجهه وفاق ستيف آآ داركو آآ نوفيتش يخوض المباراه الاولى له مع وفاق لو كنت مكانه لن انام لانني سالعب ضد الترجي في ملعب رادس الجميع يعلم قوة الترجي في ملعب رادس لدينا هيبة خاصة في هذا الملعب ونسعى للصعود إلى نصف النهائي للبطولة الأفريقية طبعا كابتن رادي كان يعني إيه عايز زي ما زي ما اتفقنا لسه كنت بكلمكم في موضوع الشناوي كل مدرب وكل لعيب ذكي بيحاول ان هو يوجه رساله للخصوم من خلال تصريحاته قبل المباراه التصريح اللي قاله الكابتن رادي الجعايدي ده كان عايز ان هو ايه اه يرهب لاعبي وفاق ستيف وعايز في نفس الوقت يدي ثقه للاعيبته لكن الواضح ان التصريح ده جاب نتائج عكسيه مدرب آه وفاق ستيف آه داركونوفيتش الصربي داركونوفيتش آه استغل التصريح ده بشكل كويس وما علمته انه حط التصريح ده للعيبة في أوضة اللبس عشان آه يحمسهم شوفوا الراجل بيقول عليكم ايه شوفوا المدرب الخص ساعات المدرب الذكي يعرف يستغل التصريحات دي ان هي تبقى تخلق دوافع للعيبته عايز اوريكم الصور اللي بعد المباراه يعني المدرب واللعيبه بتوفاق ستيف بيردوا على الكابتن راضي الجعايدي ويعني ايه زي ما انتم شايفين بيقولوا انا هعرف انام انا نمت خلاص شايفين ده معناه ايه الصوره دي معناها ايه من غير كده ما يعني مش محتاجه يعني ايه ابقى عبقري يعني الصور دي معناها ان الراجل ده استغل التصريحات دي ووريها لعيبته مش انت بتقول انا لو مكانك مش هنام انا جيت وكسبتك في ملعبك ونمت في الملعب عمل له كده <applause> يعني هي دي حلاوه كره القدم انا في رايي رايي ان التصريح نفسه غير موفق من من من, من كابتن راضي ده رايي تصريح يعني ممكن يستفز الخصم في شعره كده صغيره ما بين ان انا برهب او بشجع فرقتي وبدعمها وفي فرق بين ان انا استفز الخصم التصريح ده استفز لاعبي وفاق وفاق ستيف ستيف اللي اللي ضرب معاد مع الاهلي في السيمي فاينل. تاني انا بقول لكم ان عنق الزجاجه بتاع فوز الاهلي بالبطوله طبعا لسه في ماتشات صعبه ولسه في خصوم كبيره وانديه كبيره موجودين في البطوله، لكن ماتش الرجاء اللي في ملعب محمد الخامس ده كان هو الـ 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 الخطوه الاهم في رايي بالنسبه للاهلي في الفوز ببطوله افريقيا الحادية الحادية عشرة. لأن اتفقنا ان نتيجة الذهاب مع كم الفرص الضايعه اللي في المباراه مباراة الذهاب في ملعب السلام يخلي اي حد تاني يفتكر ان السيناريو مستحيل في ملعب محمد الخامس لكن السيناريو ممكن ممكن كان يهيئ للبعض او البعض يفتكر انه مستحيل الا لعيبه الاهلي وموسماني بكل صراحه يستحقوا المكانه والمكان اللي هم موجودين فيه الكره ما فيهاش نص نص 50 50 وماتش حلو وماتش راجل وماتش مش راجل وماتش بتدلع كرة عشان تكسب وتفضل تكسب لازم تبقى عامل زي لعيبه الاهلي دول كل ماتش نازل بتدي 150% ولا يقبل النادي ولا اي حد يقبل حوالين حتى النادي ولا الناس اللي ماشيين حوالين سور النادي ان لعيب ينزل يلعب ب المية أو 95%، لازم فوق ال المية 100%، المية. كل ماتش وكل تمرينة، هو ده اللي بيخلق البطل. هو ده اللي بيخلق البطل. بقول لكم الكلام ده كراجل زملكاوي ممكن بقوله وأنا بتألم بعض الشيء. لكن لازم يتقال، لازم أدي كل واحد حقه، وكل فرق مصر لازم تتعلم القصة دي، إن أنت كل اللعيبة، أنت لازم تنزل كل ماتش بتموت نفسك وبتدي في الملعب 150 في المية مش 100% بس 200% هي دي الكورة وهو ده ان انت لو عايز توصل للقمة وتفضل ثابت وثابت على مستواك في القمة لازم تبقى مستعد لأي حاجة تحكيم ضغوط ضغوط إعلامية اي حاجه تبقى مستعدلة عشان تعرف عشان تعرف ان انت ان انت تكسب مبروك للاهلي فوز مهم جدا واتفقنا انه طبعا هيلعبوا فاق ستيف وفرقه فاق ستيف على فكره فرقه كويسه جدا وانت مغمض كده وانت بتلعب لعيبه الجزائر لازم تفهم ان الماتش هيبقى بدني ماتش له متطلبات بدنيه فيزيكال ديماندز لازم تبقى عارف ان انت لازم عشان تعدي اي فرقه في الجزائر لازم تبقى اجريسيف زيه فرق الجزائر كلها لعيبه كوره طبعا كويسه لكن فرق اجريسيف اجريسيف لازم تبقى مستعد ل عراق بدني خلينا نقول لازم تبقى مستعد ان انت تكون جاهز بدنيا 100% وتكون جاهز لطبيعه المباراه طبيعه المباراه هتكون بدنيه في مصر وفي الجزائر فلازم تبقى جاهز للمعركه دي دي طبعا احصائيات نادي وفاق سطيف معانا خلال مشواره في البطوله لعب 12 مباراه فاز 6 وخسر 5 وتعادل في مباراه واحده سجل 13 هدف واستقبل 11 هدف وخرج من ال 12 مباراه باربعه كلين شيت بس خلي بالكم الكلام ده مهم يعني لما تستقبل اهداف في 70% من مبارياتك يبقى معنى كده ان في مشكله في المنظومه الدفاعيه. في مشكله في الدفنس ولازم الاهلي يستغل ده كويس جدا، اربعه كلين شيت من 12 يعني تتكلم ان تلتين المباريات بالظبط استقبل اهداف في ملعبه وبره ملعبه. تاني حاجه رجعوا لي كده يا جماعه ملعب وفاق ملعب نجيله صناعي ولا طبيعي؟ اعتقد ان هو صناعي مش عارف يعني يعني حاولوا تراجعوا لي كل دي حاجات اكيد موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ والناس اللي موجوده هيبتدوا ان هم يشتغلوا عليها في الفتره في الفتره الجايه لكن الأهل يستحق يستحق المكان اللي هو موجود اللي هو موجود فيه انه يبقى موجود في النصف في نصف النهائي الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الاهلي تاني عدى من مطب صعب جدا وكل اللي جاي بالسهل خلاص انت وصلت لمرحله معينه في البطوله ان كل الفرق عندها نفس الحلم خلاص ناقص بالنسبه له على الحلم تكه زي ما بيقولوا ملعب نجيلة صناعي صح ملعب نجيلة صناعي ملعب وفاق طيف كلها حاجات لازم تتحط في الاعتبار لازم تتحط في الاعتبار لان زي ما انتم عارفين الملاعب اللي هي الارتفيشال اللي هي الملاعب النجيله الصناعي محتاجه اللعيبه تبقى واخده عليها ومحتاجه ممكن تدريبه في مصر في ملعب نجيله صناعي اعتقد الاهلي عندهم في ملعب اهلي مدينه نصر ملعب نجيله صناعي ممكن يتعمل تدريبه عليه قبل ما تسافر كلها حاجات اكيد وترتيبات المسؤولين في النادي الاهلي هيشتغلوا عليها الف مبروك أه 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 جاهز معنا الزوم؟ أه جي جي جاهز؟ آه معنا الكابتن أه أه أكرم أه جحنيت أه لاعب فريق وفاق ستيف الجزائري وقائد الفريق وكابتن أه الفريق اللي بيشرفنا ان هو يكون ضيفنا أه في برنامج أه الريمونتادا أه كابتن اكرم مساء الخير يعني طبعا دي مسيره أه مسيره, أه الكابتن اكرم أه اكرم أه جحنيت أه آه وفاق سطيف الجزائري من 2010 ل 2015 ثم بعد كده رحله للعربي الكويتي آه لمده موسم 2015/2016 ثم العوده آه لناديه آه من 2016 وحتى آه الان. كابتن اكرم مساء الخير. مساء النور اخي آه كل سنه وانت طيب ورمضان آه كريم آه عليك وعلى اسرتك وعلى كل الاخوه في الجزائر والف مبروك على التاهل الصعب امام خصم قوي ومنافس صعب طبعا له تاريخ كبير الترجي الترجي الرياضي التونسي شكرا يا اخي ورمضان كريم الكامل الشعب المصري ويبارك فيك مشان تاهله شكرا تسلم كابتن اكرم يعني قل لي بصراحه هل تصريح الكابتن راضي الجعايدي المدير الفني لنادي الترجي بانه لو كان مكان المدرب بتاع وفاق طيف ما كانش هينام هل ده استفزكوا بعض الشيء هل التصريح ده يعني كان انتوا اعتبرتوه ان هو تصريح مستفز وهل استخدمتوا التصريح ده وانت كقائد للفريق في الشد من ازر من ازر اللاعبين قبل المباراه؟ هي صح هو استفزازي لينا احنا كلاعبين والطاقم الفني والفريق وفاق ستيف يعني لانه فريق وفاق عنده شخصيه وعنده اسم في افريقيا بس احنا التصريحات هذو ما ما كانوش ماشي من من الاهتمام تاعنا والله احنا كنا محضرين وكنا ثيقين في نفوسنا و ودرنا المباراة كيف اللازم والحمد لله التأهل هذا كابتن أكرم المواجهة القادمة أمام الأهلي صاحب اللقب في آخر موسمين وطبعا نادي عنده يعني سبعة أو ثمانية لعيبة في المنتخب المصري لعيبة كلهم دوليين إيه رأيك في المواجهة وإزاي شفت ماتش أو المباراتين بتوع الأهلي والرجاء الأخرانيين إيه تكون مباراة صعبة إحنا كامل نعرف الفريق الأهلي وشخصيته في إفريقيا وتاريخه في إفريقيا إحنا إن شاء الله إن شاء الله حنحضر المباراة هذه كيف اللازم ان شاء الله راح نكملوا بنفس الثقه اللي لعبنا فيها بالمباريات اللي فاتوا وان شاء الله ان شاء الله نتمنى نديروا مباراه المباراتين نكونوا مليح ونكونوا حاضرين ان شاء الله كيف اللازم وان شاء الله ربي يوفقنا باش ان شاء الله باش نتغلب على الفريق الاهلي المصري اللي ما لو نروح للنهائي ان شاء الله هل آآ آآ يعني الفكرة ان ان مباراة العودة في ملعبكو هل ده انت شايف ان ده بيديكوا افضلية؟ لينا احنا كلاعبين وك الانصار الفريق وكامل الفريق تما يعطينا افضلية ل... مي ما... المباراة المباراة باش تتأهل راح تلعب في مصر إن شاء الله احنا نكونوا حاضرين للمباراة الأولى في مصر وإن شاء الله نديروا مباراة مليحة ونحققوا نتيجة إيجابية اللي تسمح لنا باش في مباراة العودة يكون ناقص ضغط ونكونوا بأريحية إن شاء الله. قل لي بصراحة هل كنتوا تتمنوا تجنب مواجهة الأهلي؟ في نصف النهائي هل كنت تتمنوا ان الرجاء هو اللي يصعد خاصه زي ما اتفقنا ان الاهلي يعني صاحب اللقب في اخر موسمين ولا انتوا وصلتوا لمرحله في البطوله ان انتوا لازم عشان لو عايزين تكسبوا البطوله ان انتوا تواجهوا اي منافس والله كامل فرق كامل فرق صعبه وهذه بطوله صعبه كثير احنا كنا محضرين باش باش نفوتوا للدور هذا بس ما, ما كنا متمنين ولا فعليق لانه ناسك لعبنا في نفس الوقت وكما قلت لك كامل فرق صعبه وبطوله افريقيا كامل كما يعلموا كامل الناس ماهيش بطوله سهله والفرق اللي اللي تلعب فيها كامل عندهم امكانيات كبيره الحمد لله احنا تاهلنا لدوك النصف النهائي ان شاء الله حين نحضروا مليح باش ن... باش نكونوا في الموعد ان شاء الله موسيماني المدير الفني لل... لل... للنادي الاهلي طبعا الجنوب افريقي اقصى وفاق طيف في 2016 هل عايزين تسأروا منه في في المباراه دي ولا كل مباراه لها ظروفها لا كل مباراه لها ظروفها ما ما, ما عندناش ما كانش في في كره القدم احنا ان شاء الله تما خساره تاع 2016 نسيناها ولات من الماضي احنا مركزين في واش راهو جاينا في الحاضر ان شاء الله كما قلت لك نكونوا نكونوا قد المسؤوليه هذه نكونوا حاضرين ان شاء الله في الـ في, الـ في الموعد هذا وان شاء الله على ربي احنا نمدوا افو والتوفيق من عند الله عز وجل كابتن اكرم مين اكتر اللعيبه اللي في الاهلي اللي انتم عارفينها واللي انتم تعملوا لها حساب والله كامل اللاعبين احنا كامل اللاعبين في الاهلي جيدين كما اللاعبين اللي في وفاق ستيف احنا ما منحضروش نحضروش المباريات على حساب الاسماوات اللاعبين احنا نحضروا مباراه على حساب الفريق كل تاع الاهلي ان شاء الله راح نحضروا مليح للمباراه هذه في مصر وبعدين في الجزائر ان شاء الله كما قلت لك يوفقنا ربي باش ن... باش حالفنا الحظ ونكون ونكونوا محضرين مليح باش نفوتوا للنهائي ان شاء الله كابتن اكرم جحنيت قائد وفاق سطيف الجزائري بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا وبتمنى لكم التوفيق وكل عام وانت بخير وكل سنه وانتم طيبين لكل اهلنا في الجزائر ان شاء الله شكرا على الاتصالات وتسلم وان شاء الله رمضان كريم وعيد عيد مبارك ان شاء الله. يعني طبعا دي كانت مداخلتنا مع قائد فريق وفاق سطيف اكرم جحنيت اللي بيقول لنا انه يعني ما فيش ترتيبات خاصه لمواجهه الاهلي وان, وإن وبيأكد كلامي آآ آآ إن, ان تصريح الكابتن راضي الجعيدي كان بالنسبه لهم تصريح مستفز وان هم استغلوه علشان يحفزوا اللاعبين كما كما توقعت قبل قبل المداخله ماتش صعب لكن الاهلي ولعبته لو لعبوا بنفس الرجوله اللي لعبوا بيها في مباراه الامس مش هيبقى عنده اي مشكله في تخطي آآ فريق آآ وفاق سطيف لازم تبقى عارف المواجهه بتاعت الفرق الجزائريه مواجهات فيها جانب بدني كبير جدا وبيلعبوا بحماس كبير جدا لازم ومش محتاجه كلام عشان وانا داخل العب الفرقه الجزائريه يبقى عندي نفس الدوافع يبقى عندي نفس الهنجر والجوع ان انا عايز اكسب وعايز اكسب البطوله لغط كبير حول بدر بنون وناس كتير وجمهور وشريحه كبيره من جمهور الاهلي بيعتب عليه بل طالب البعض برحيله بعد تدوينه زوجته اللي بتع... 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 بتعاتب فيها الحكم في مباراه الـ 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 الذهاب ثم بعد كده وجوده في الملعب وبعض اللقطات اللي ما اظهرتش فرحته بعد هدف الاهلي بعد الفاصل هقول لكم رايي في موضوع بدر بنو ماتش الزمالك والاهلي في الفولي في نهاية كاس مولع 2-2 في الاشواط ودلوقتي الشوط الفاصل هنعرف الاخبار ايه اللي بيحصل ومتابعين مع حضراتكم ماتش كبير كبير جدا الفاينل بتاع طبعا كاس مصر في الفولي بول او في كرة الطايره أرجع لكم لموضوع بدر بنون بدر بنون يعني الاول عايز اجيب البوست اللي كتبته زوجته وفي رايي كان يعني هي عملت بوست حطت جوزها في مازق حطته في مازق واحرجته بتشجع بقى الرجاء هي مشجعه للرجاء طبيعي لكن النهارده بوست غير موفق بالمره غير موفق أحرجت زوجها وحطته خلته إن هو طول الفترة اللي فاتت يعني أنا حاسس بيه إنه هو بيحاول إنه هو يلم الغلط أو الخطأ اللي زوجته عملته بوست أو بوست ولا ليه أي داعي ولا ليه أي داعي ساعات كده الستات يعني إيه يعني ممكن يعني يحطوك في موقف تخليك ان انت ايه تفضل تلم وراهم فالنهارده البوست اللي اتعمل مخلي جمهور الاهلي عنده حته يعني ايه يعني ضد بدر بنون شويه خاصه ان امبارح يعني اهو ده البوست اهو اللي هو يعني عملت فوتوشوب أنا كنتش عايز أتكلم عن الموضوع ده على فكرة قبل الماتش بتاع العودة بس كنت مستني إن الماتش يخلص وبعد كده نتكلم فيه الخبث التحكيمي مازال إيه آه آه ما مش عارف هي بتقول إيه ماتسرطات ما 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 ليه قال لك هادي ضرب الجزاء يعني بتتريق على الحكم ده اسمه كلام يعني الراجل الراجل واحد لعيب محترف وراجل لعيب هو بيلعب لعيب سابق في نادي الرجاء لا يمكن ابدا ان يبقى بوست زي ده يتكتب مش هيارا بوست بتاع لحد يعني فطبعا حط الجزء في مأزق كبير جدا لان الراجل بيلعب في نادي الاهلي اه لعيب سابق في الرجاء واه نادي اصلا اللي بيشجعه من وهو طفل صغير كل ده حلو لكن النهارده ده راجل لعيب محترف بوست غير موفق تماما غير موفق وحطت زوجها تحت ضغوط كبيره جدا. تحت ضغوط كبيره جدا. وانا دايما بقول ان لازم اللعيبه والمدربين يدوا اوامر اوامر لزوجاتهم واولادهم واخواتهم ان هم ما ينشروش اي حاجه ليها علاقه بيهم أو النادي اللي بيلعبوا فيه أو المنافسين أو المنتخب إلا بعد الرجوع ليهم. مفيش هزار في الكلام ده، أنت بتلعبي بالكارير بتاعي؟ بتتلاعبي بالكارير بتاعي عشان خاطر تنزلي بوست؟ لا مفيش هزار. مفيش هزار. يعني آآ لازم آآ آآ يبقى في اللعيبة تبقى فاهمة كويس إن أي كلمة مراتك بتقولها أو أخوك بيقولها أو أختك بتقولها أو والدتك أو والدك كل ده محسوب عليك هتيجي في الأخر تقول والله يا جماعة ماليش دعوة دي مراتي لا دي مراتك قرابة من يعني يعني من الدرجة الأولى ما بتمثلش نفسها هي دلوقتي هي زوجتك محسوبة إن هي زوجتك فلازم يبقى في أوامر أوردرز محدش يهزر في الكارير بتاعي ليه تحطيني في الموقف تحطيني في الموقف ده ده رايي ده رأي يعني انا مراتي قايلها ما, ما ما تقربيش ابدا ولا تكتبي اي حاجه ليها علاقه بيا وبتاع الا بعد الرجوع ليا بتسنديني بتدعميني ايا كان لازم ترجعي لازم تقولي كل حاجه فطبعاً ده درس الراجل انا بقول لكم ان بدر بنون محطوط في موقف صعب دلوقتي بيحاول يلم بقى هو طبعا طبعا في فيديو ليه وهو كل الكلام ده كلام جميل على فكره والوفاء لجمهورك وجمهور ناديك اللي اتربيت فيه حتى لو انت بتلعب في نادي منافس ده كلام محترم وكلام يحترم عليه بدر بنون لا يلام عليه يلام على البوست اللي نزلته زوجته اه يلام لان هو لازم يدي اوردرز في البيت ما فيش هزار ما تهزريش في حياتي ما تتلاعبيش بالكارير بتاعي انما الفيديو ده فيديو جميل بيوريك انه هو راجل شخص وفي ما تنسوش يا جماعه ان بدر بنون ده كان قائد وكابتن الرجاء كان قائد وكابتن الرجاء يعني مثلا زي ما يجي مثلا دلوقتي مثلا مثلا الشناوي يروح يلعب في نادي تاني منافس و... و... ويجوا يلعبوا الاهلي طبيعي ان هو يعمل اللي بدر بنون بيعمله ده طبيعي ده فيديو في وفاء من بدر بنون اللي انا بقى بتمناه من بعض من جماهير الاهلي ان رفقا ببدر بنون بقول لكم رفقا بيه لان الراجل محطوط في موقف صعب وفي وضع صعب بعد يعني البوست اللي عملته وزوجته والمسامح كريم خلاص الراجل يعني من اول لما راح ل... لما البعثه وصلت واقف ورا الفريق وموجود وموجود مع فريق النادي الاهلي و... والفيديوهات اللي انتم شايفينها كل ده كل ده الناس بتاعت الميديا بتاعت النادي الاهلي بتحاول تلم الخطا اللي وقعت فيه زوجه بدر بنون انا عارف انا بقول لكم ايه بيحاولوا يجملوا الصوره لكن الراجل محترف ميه الميه الراجل ملتزم مع ناديه ميه الميه الراجل اكيد اكيد مهما كان انتمائه لنادي الرجاء ان هو امبارح كان بيتمنى ان الأهلي يفوز ويعدي لان ده مكان اكل عيشه ده مكان اكل عيشه والاهل لما يفوز ببطوله النهارده هتتحسب ليه وهتحسب في الكارير بتاعه مكاسب من جميع النواحي حتى لو كان انتمائه لنادي الرجاء او راجل يعني آه رجاوي آه 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 ومولود بيشجع الرجاء واهله بيشجعوا الرجاء لكن اكيد اكيد من غير تفكير بدر بنون امبارح كان قاعد وعايز الاهلي طبعا عنده مشاعر ميكس يعني مشاعر مختلط مختلطه شويه بسبب موقفه ولكن اكيد اكيد من غير تفكير كان عايز الاهل يكسب ويعدي فاتمنى ان خلاص الموضوع ايه الصفحه تتقفل لكنه درس يا جماعه تاني تاني مراتك محسوبه عليك اخوك محسوبه عليك اختك محسوبه عليك والدك والدتك كل الناس اللي هي ابنك محسوبه عليك لازم اوعوا بقوا ده نصيحتي للعيبه و وانا ياما غلطت على السوشيال ميديا وكل الكلام بس كنت انا اللي بغلط انا اللي بغلط اه ماشي خلاص انا اشيل انا قصتي لكن لازم يبقى في تعليمات في البيت زعلوش مني احنا في الاخر ناس يعني ايه شرقيين وناس آآ آآ يعني لينا كلنا يعني قصتنا ولينا طبعنا لينا طبعنا احنا كناس عرب وشرقيين ان اه ممكن في البيت اقول ممنوع ومش عيب طبعا ممنوع ان ان انت تنزلي حاجه تخصني او حاجه تاثر عليا او حاجه تحطني في موقف صعب في الاخر الهيدلاين اتاخد ايه زوجه بدر بنون ما اتاخدش باسمها ولا 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 اتاخد من اتاخد من الحته دي فلازم لازم لازم الكلام ده يبقى فيه تركيز عشان الكلام ده ما فيهوش هزار ما هزار لكن صفحه واتقفلت واتمنى ان جمهور الاهلي يقفلها ان بدر بنون راجل لعيب محترم واللي انا اعرفه عنه أنه هو شخصيه مهذبه جدا ومحترف 100% وان شاء الله يرجع بالف سلامه في اقرب فرصه طبعا هو كان عنده كورونا وتاثر رئته اتاثرت بشكل كبير ان شاء الله باذن الله يرجع الملعب في اقرب وقت ممكن الاهلي طالب حكام اجانب وارسل 80 ألف دولار لاتحاد الكرة لاستخدام حكام اجانب للمباريات القادمه طبعا زي ما انتم عارفين الاهلي كان طلع بيان يعني بي بي بيدين في اداء الحكام وبيتكلم عن اداء الحكام والظلم التحكيمي الكبير اللي بيتعرض له اللي بيتعرض له الفريق ودلوقتي الموقف انا بقول لكم في لجنه الحكام واتحاد الكوره بيقولوا يعني إن, ان 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 موضوع حكام الاجانب لماتش يوم الاربع امام طلاع الجيش فيري شورت نوتس يعني ايه؟ يعني uh, uh, ده طبعا البيان اللي نزله النادي الاهلي الاهلي يعلن سداد uh, تكلفه الحكام الاجانب فيري شورت نوتس وطبعا او الوقت قصير جدا ان احنا نقدر ان احنا نجيب حكام اجانب لمباراه يوم الـ يوم الـ الاربع ولكن انا بقول لكم الاهلي بيعمل كده علشان حتى لو الحكام الاجانب ما جوش الحكام المصريين اللي هم يعني يبقوا بيحكموا المباراه بيحطوا ضغط عليهم بيحط, بيحط ضغط على الـ على الـ على الـ على الـ على الحكام بيستخدم التولز والادوات بتاعته والادوات الاعلاميه ان يعني هو وطبعا بالطلب والبيانات وكل الكلام ده كله زي ما اتفقنا كلنا ان الكوره مش مكسب ملعب بس ملعب ومكتب مكتب المكتب ده هو اللي بيتاخد فيه كل القرارات اللي انتم شايفينها قدامكم دي بيانات ضغط اعلامي زق من هنا آآ 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 فلان قال لازم يتردع كل ده اداره مانجمنت ازاي تمانج او ازاي ان انت تدير منظومه كبيره لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه كويس قوي ولازم تبقى على درايه بكل اللي بيحصل حواليك ايه اللي بيحصل المناخ اللي حواليا وايه اللي بيحصل عشان اعرف ان انا اتعايش واقدر ان انا اكسب واقدر ان انا اكون بطل مش ملعب بس مش جوه النجيله بس بل في بعض الاوقات المكتب وقرارات المكتب بتبقى اهم بكتير من قرارات الملعب لان لو دي قرارات صح الملعب هتبقى قرارات آه قرارات آه صح لسه آه ماتش الاهلي والزمالك شغال في في الطايره في نهائي آه في نهائي الكاس حاولوا تجيبوا لنا يا جماعه السكور في الشوط الفاصل آه كام آه كام كام آه. طبعا الاربع شوط الاولانيين خلصوا اه كام اه 12 اهلي 8 زمالك حرام عليك يا راجل وبتقول لي كده وبتقول لي كده على الهوا آه ها حرام عليك نطلع فاصل ونشوف الموضوع ده أما نشوف لما نرجع نتيجة تبقى كام كام <applause> أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المحور في كل مكان من نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة وزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى نادي الجزيرة وطبعا سبق أن زارنا طبعا نادي الحوار ونادي آه المنصورة وتكريم كمان مراكز الشباب آه دكتور أشرف آه شايف السعادة على وجه حضرتك وأنت بتكرم أبنائنا في نادي الجزيرة ومنشآت نادي الجزيرة طبعا النهارده شيء مشرف جدا انت حضرتك كنت معانا في الجوله من اولها يعني بمرافقه طبعا يعني الزميل العزيز في الحكومه المصريه معالي الوزير الدكتور ايمن ويعني في نهايه الجوله احنا مع سياده النائب طارق بيعب هادي الحقيقه نادي زيت الورد ونادي الحوار ونادي المنصوره وبعض المنشات الاخرى يعني لكن احنا سعيدين جدا الانديه الرياضيه في مصر احنا عندنا في مصر 1200 نادي الحقيقه تصنيفات مختلفه في في يعني مستويات طبقيه مختلفه وعندنا ألاف مركز شباب على مستوى مصر بالاضافه الى النزل الشباب المدن الشبابيه الرياضيه لكن الانديه ان هي تكون بهذا الحجم وبهذا التطوير بتستوعب الافات من العضويات الجانب الاجتماعي والجانب الرياضي والجوانب التنمويه دي حاجه يعني مبشره بالخير الفرق الموجوده اللي انضمت افرادها سواء على الالعاب الفرديه او الالعاب الجماعيه للمنتخبات مصر ده دور كبير جدا ومهم جدا للانديه اللي موجوده يمكن النهارده عملنا اكتر من زياره بداناها بنادي الحوار ثم نادي المنصورة العريق ثم بنختمه بنادي جزيرة الورد وكان في عندنا النهاردة مسابقات لمراكز الشباب حياة كريمة رياضة للجميع كانت مسابقة جميلة ويعني في روح جميلة في ظل قيادة سياسية لسيادة الرئيس وبناء الإنسان المصري فعشان يبقى في إنسان مصري ولازم يكون بناء لازم يكون هو كمان رياضي وبيعمل ممارسات رياضية من خلال الأنشطة المختلفة وده إحنا سعداء بي كمان سيادة الوزير وبحيا حضرتك إن, تن... إن المراكز اللي كرمت في حياة كريمة كانت هي المراكز اللي تستحق بالظبط دي حقيقه وزي ما انت شايف يعني انديه متميزه على مستوى محافظه اهليه المحافظه العريقه ويا رب دايما من تقدم لتقدم يعني. انت أه <applause> كنت سالت سؤال يعني على استحياء هو المباراه وهات يعني ايه الواقع وانا قلت لك يعني ان المنتخب ادى بشكل لائق الحقيقه والضغط والحالة اللي موجودة الغير أمنة احنا اتحاد الكرة قام بكل المفروض يعني يجب أن يكون سواء المستوى مستوى الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي الحقيقه ما يقرر في الاتحاد الدولي من الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي هنحترمه يعني لكن لازم نبص لبكره نبص لبكره ان خلاص قلعت كمان 2023 لكاس الامم الافريقيه وبعدها 2025 و2026 كاس العالم لازم يعني لكن الدوله كانت عامله مجهود جبار وزيارتك دايما في غرف خلع الملابس كانت بتدينا يعني طمأنينة ان احنا نكسب بكره في كل الماتشات والله ده لازم والله نفضل الله. نفضل يعني شادين حيلنا كده ومع المنتخب لكن اتحاد الكوره يقوم بكل ما هو قانوني لكن ده لن يثنينا ان احنا لازم نفكر دايما في بكره وماذا بعد يعني. في البدايه اللي انا بشكر معايا الوزير الدكتور اشرف صبحي ده اخ غالي لنا كلنا ومعايا الوزير الدكتور ايمن مختار والساده النواب اللي شرفونا النهارده وانا سعيد جدا بوجود الدكتور اشرف ان هو جه كرم الفرق الرياضيه يعني الموضوع اللي دايما نقول مركزية وليس القاهره واسكندريه فقط بل بالعكس جاي لغايه النهارده في الصيام لمدينه المنصورة عشان يكرم ابطال وصلوا الدوري الممتاز ودوري المحترفين فانا بشكره بالنيابه عن الجمعيه العموميه وبشكره عن النيابه من ابناء المحافظه الداخليه على المجهود الكبير اللي هو قايم بيه في وزاره الشباب والرياضه وده نابع ان هو هو ده الدكتور اشرف صبحي يعني دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وبيقوم بمجهود كبير جدا الحقيقة. واحد يعني طبعا من الوزراء المقاتلين، مقاتل فايتر. دايما موجود في المحافظات المختلفة ودايما بيتابع ومهتم يعني بتطوير مراكز الشباب. دكتور أشرف صبحي طبعا يعني رجل مخلص في عمله. قال كلام مهم جدا عن مباراة السنغال وفي ناس طلعت يعني مهندس فرج عامر الأسبوع اللي فات حسسني إن هو يعني إيه ابن خالة انفانتينو إن هو طبعا مهندس فرج عامر راجل جميل جدا وأنا بحبه جدا يعني قال كده كلام يعني على بوست على الفيسبوك إن خلاص ماتش على ضمانتي يا جماعة ماتش مصر والسنغال هيتعاد نسبة 99% يعني كأنه إيه كلم انفانتينو وفاطمة سمورة واكدوا له الكلام ده طبعا الكلام ده يا جماعه ملوش اساس من الصح ماتش مصر والسنغال مش هيتعاد عشان انا انا صعبان عليا ناس كتيره جدا فاكرين ان الماتش هيتعاد وعايشين على امل ومتعلقين ان الماتش هيتعاد ماتش مصر والسنغال مش هيتعاد لو اتخذت عقوبات ضد السنغال هتتاخد عقوبات بالغرامه آه اللعب بدون جمهور مباراتين انما الماتش مش هيتعاد خلاص يا جماعه قرعه كاس العالم اتعملت وخلاص ده كاس العالم خلاص ناقص له كام شهر. فبلاش يعني احنا نقول حاجات ونعلق الناس بافكار وبتاع حرام. والله في ستات يعني آه ستات كتير بيقابلوني وبيبعتولي لي في العلل على العلل على على يعني على تويتر وبتاع كابتن ميدو حقيقي الماتش هيتعد كلام المهندس فرج عامر اللي قاله الاسبوع اللي فات ده للناس امل كبير لانه كان بيتكلم يعني خلي بالك انت بتتكلم مع المهندس فرج عامر راجل مش قليل راجل يعني شغال في 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 الحقل الرياضي وراجل يعني كلمته مسموعه خاصه انه هو نشط يعني اكتف على السوشيال ميديا لكن الكلام ده يا جماعه ملوش اي اساس من الصحه ماتش مصر والسنغال مش هيتعاد انسوا القصه دي خلاص مصر لعبت قدام السنغال واتغلبت اتغلبت ازاي بقى وليه والجمهور وبتاع كل الكلام ده كان انا بقول لكم عشان الناس تبقى متاكده الماتش مش هيتعاد لو في عقوبات هتبقى عقوبات تانية نفكر في اللي جاي بقى طيب بالحديث عن المنتخب ما ينفعش افوت اداء محمد النني مع ارسنال في اخر مباراتين امام آه تشيلسي وامام مانشستر يونايتد الحقيقه يعني أنا برضو كنت من أول الناس اللي بتنتقد النني في وقت من الأوقات. النني الحقيقة بطل. بطل. لأن أن هو خلي بالكم في الكورة أن أنت تبقى ما بتلعبش خالص وبره الصورة نهائي. ويطلب مرة واحدة منك أن أنت متضار للنار انزل العب قدام تشيلسي في ستانفورد بريدج بيتطلب أن لعيب يكون محترف فعلاً ومخلي باله من نفسه كويس قوي وهو ما بيلعبش عشان يقدر يأدي بالشكل ده النني بالنسبه لي انا ماتش تشيلسي مان اوف ذا ماتش مفيش كوره طالعه من رجله غلط اتصرف في الكوره صح تحت ضغط دايما افيلبل لكن بيلعب ايه بيلعب ايه بيلعب ستة هو اللعيب اللي بيسقط وبيلعب الناس كوره اللي كيروش كان بيعمله مع النني مع احترام الكبير يعني بيوريك ان كيروش فكره بعيد معرفش عرفش يستغل النني كويس بل اضر منتخب مصر وضر منتخب مصر في ان هو يلعبه نمره 8 فوق ناحيه اليمين او ناحيه الشمال ما يعرفش يلعبها مش بتاعته النني ده محتاج وقت على الكوره او ما انا أسوقه في الزحمه فوق حتى لو فكرتي ان انا عايزه يدافع لمحمد صلاح معلش اي لعيب تاني في مصر يعملها احسن النني في الحته دي لا يعرف ان هو يحرر محمد صلاح ان هو يتحرك في ظهره على طول او يتحرك يعمل له مساندة على طول هجوميا ولا هيدافع له. مش راجل ما عندوش الرجلين انه يقدر ان هو تتراك باك مع باك الجنب زي ما, ما ظلموا كيروش شايفين ارتيتا يعني بعد المباراه سعيد جدا بالنني، سعيد ليه؟ لانه عارف مردوده الاول مر و و واهميته في الملعب، نمره اتنين هو على فكره ارتيتا فخور بيه ان هو راجل فضل مركز كويس قوي وهو ما بيلعبش ليه بقى المدرب دايما بيروح جاي بعد كده ما هو عايز يظبط البالانس اللي جوه 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 الاوضه يضرب مثل بلعيب زي النني ده كل ما يروح له لعيب ما بيلعبش يخبط على بابه ويقول له كوتش ما بلعبش ليه يقول له شفت النني كان بره الصوره اهو لكن رجع لعب ما فيش حد بعيد اهم حاجه ان انت تفضل تتمرن كويس وتتمرن كويس فانا بقول للنني شابوه لانك ضربت مثل ونموذج للاحتراف ولا احترافيه والنهارده كل الناس بتحترمك دي طبعا الهيت ماب او الخريطه الحراريه للنني في مباراه مانشستر في كل حته في الملعب لعيب مهم جدا جدا لكن يلعب في مكانه يلعب ستة يلعب, يلعب لو بتلعب 4 4 2 او 4 2 3 1 او بتاع هو واحد من الاثنين وعلى فكره هو في 4 3 3 كستة مش هيبقى كويس قوي النني عايز توظفه صح لازم تلعب باتنين لعيبه على الدايره يكون هو واحد منهم اللي بيسقط آآ آآ ويكون هو اللي بيلعب الكوره لان هو دايما هي نوز هاو تو سيلف دايما متاح دايما بيعرف يفضي نفسه انما ولازم يلعب لعيب جنبه بيدافع كويس قوي بيعرف يقطع الكوره لان النني مش عظيم في قطع الكوره زي بالظبط ما هو بيلعب دلوقتي منيني وتشاكا هم الاثنين بيلعبوا جنب بعض لكن ارسنال رجع مره تانية للمنافسه على التوب فور خاصه بعد تعادل توتنهام النهارده توتنهام يعني فقد نقطتين النهارده امام برينتفورد ولكن لسه ارسنال هيلعب توتنهام في نورث لندن ديربي اخر الشهر ان شاء الله المباراه المؤجله يعني طبعا الارسنال طلب تاجيلها بسبب الـ بسبب الكوفيد في وقت من الاوقات دي كانت حلقه النهارده اشوفكم بكره على خير تصبحوا على خير